كوب لأن الكلام اللي مكتوب عليه مرة أعجبني. أعتقد أنه خيار صحي. المكتب يحتاج ترتيب صدقي، يعني أحس من زمان ما رتبته فأحتاج أرتبه. الحين جاء دور الجهابي، بأشيل الزرعات والنباتات وأمسح الجهابي. بس شوفوا محتفظة بالكوب لأن الكلام اللي مكتوب عليه مرة أعجبني. شوفوا كل زرعاتي مات. اليوم عندنا خميس بس إجازة ما رح ما ندرس فيه، يعني إجازة مطولة، فقلت أصور لكم فيديو فيه بسوي الأشياء اللي اشتقت إني أسويها مع الجامعة سحبت عليها ما سويتها، زي إني أصور لكم فيديوهات زي هذه، زي هذا المقطع. يعني مرة اشتقت إني أصور هذه المقاطع. شو بعد؟ بس والله يعني أتمنى إنكم تستمتعون فيه. أحس إني من زمان ما رشيت النبتة هذه لدرجة تشوفوا حتى صارت جفت أوراقها، مع إني أسقيها وأرشها يعني، بس إني سحبت عليها فترة وحتى وأنا أسقيها كذا تموت الأوراق، ما أدري ليه. بجيب الرشاش هذا وبعبيه وبعدين أرش الأوراق وأرش حتى البوتس. والله كل الأوراق تقريبا ماتت، ما أدري شو أسوي فيها. مشكلة إني يعني أعتني فيها. شو حتى هذه النبتة، هذه الورقة شوفوا أطرافها بيضة، ما أدري واضحة ولا، بس أطرافها بيضة، ما أدري شو أسوي، ما أدري ليش ماتت. أحس الإضاءة كذا مرة قوية فبسكر واحدة من الدرايش، قصدي واحدة من الستاير، أنا عندي دريشتين في الغرفة، فبسكر واحدة وأخلي واحدة، أحس كذا أحسن الإضاءة تكون أخف، وبعدين بأفطر وبعدها بأبدأ أسوي واجبي عشان خلاص أكمل يومي. ما عندي شيء، فهمتوا؟ لأن ما أدري متى آخر تسليم، مو متأكدة يا السبت يا اليوم آخر اليوم في الليل، فقلت أسوي اليوم وأخلص وأرتاح أصلا، يعني يصير ما وراي شيء، فهمتوا؟ لأن حتى بكرة عندنا عزيمة وزي كذا، فخلوني أخلص الحين بدري وأرتاح من الواجب، ولأن شغلته طويلة يحتاج وقت طويل، فهمتوا؟ فخلني أخلص الحين. شوفوا كذا سكرت الستارة اللي هناك وخليت هذه، صارت كذا أخف وأحسن. المهم الواجب في هذه المادة فبأطلعها وبروح أجهز فطوري وبعدين أجي أحله. أسهل وأسرع فطور، بفطر الحين بعدين أحل واجبي نفس ما قلت لكم. شوفوا وصلتني هذه، هذا البوكس فيه شيء مرة حلو، بس ما أدري أفتحه الحين ولا أفتحه بعد ما أحل واجبي وأخلص، ولا ما أدري، بس مرة متحمسة إني أفتحه وأوريكم وش هو. إن شاء الله بفتحه وبوريكم، بس ما أدري للحين مترددة، بس شكلي بخليه بعد ما أحل عشان يصير مكافأة يعني. المهم إني مرة متحمسة له. شوفوا إيش كبر البوكس، مرة كبير. شوفوا غيرت من الجراب، شلتها وحطيت الكيبورد عشان أحل الواجب، بسويه في الوورد فيكون أسهل لي الكيبورد بأني أكتب وأسوي. الله هذه المرة بعد كاتبين لي، بس ما أدري وش كاتبين. المهم طلبت نفس القهوة اللي طلبتها هذيك المرة وأعجبتني يعني، عشان كذا طلبت نفسها. قط ماش مو ما ينفهم، بس يعني واضح إن الكلام حلو. الحين جاء وقت إني أحل، فببدأ أحل واجبي. أتمنى إني أخلصه في أسرع وقت مع إنه يبي له شغل كثير.
used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And then you came me close. Every minute in this hourglass you hold. الحمد لله سويت جزء كبير من الواجب. شوفوا خلصت الجدول الأول, باقي جدول ثاني, هي مقارنتين, خلصت المقارنة الأولى باقي المقارنة الثانية. فالحمد لله هانت. قلت أخذ بريك شوي من حل الواجب بما أني خلصت جزء كبير منه, وجلست أشوف أبحث عن تحدي رياضة أو تمارين في اليوتيوب. شفت تكلموا عن, شفت يعني ناس يتكلمون عنه, فرحت أبحث ومرة أعجبني, فقررت إنه ممكن أصير أبدأ فيه. شوفوا الحين سوي كذا عشان تخترط الفوائد. شفت الفيديو حقها, مرة أعجبني التحدي وكيف إنها قاست خصرها قبل وبعدين قاستها بعد ما أنهت التحدي, فجلست أفكر أسوي تحدي. فش رايكم لو حابين أصير أصور لكم فيديو كامل وأنا أسوي التحدي هذا, أو بعدين قبل التحدي وبعده وكيف كانت النتيجة وزي كذا. فإذا ودكم أسوي أقولوا لي بصور مقطع كامل وأنا أسوي. المهم هذه الموية خلاص بصير أشربها اليوم إن شاء الله, بحاول أخلصها كاملة اليوم وبحاول إن شاء الله أني أستمر عليها. صراحة شفت المقاطع اللي يعني التحدي هذا اللي قلت لكم عنه ومرة تحمست إني أبدأ فيه يعني. المهم إنه قلت خلاص خلني أكمل الواجب. الحين باقي الجزء الثاني, هو تقريبا جزئين أو جدولين, خلصت جدول باقي الجدول الثاني فشوي وأخلصه. بديت فيه, شوفه شوي وأخلصه, وجالسة أشرب موي. للحين ما شلت كوب القهوة بس جالسة أشرب موي وأنا أحل. وخلصت الواجب الحمد لله, الحين خلاص أقدر أسوي فعالياتي وأستمتع بالويكند وأحلله وأسوي أشياء حلوة. فبرسل الواجب للدكتورة عشان خلاص يعني يصير ما وراي شيء. بسم الله, يلا أفتح معاكم البوكس اللي وصل لي من موقع تادي بليك. الموقع تواصلوا معي وقالوا اختاري شنطة. طبعا موقع فيه أشكال كثير من الشنط, فقالوا اختاري شنطة واعرضيها لمتابعينك وقولي رأيك فيها بصراحة, الجودة اللون والشكل وكل شيء يعني. فقلت الحين بأفتح معكم البوكس وأوريكم الشنطة اللي اخترتها وأشارككم رأيي فيها. ويلا مرة متحمسة إني أوريكم الشنطة. في شنط على الكتف, في شنط اليد, في شنط ظهر, في أشكال من الشنط. أنا حبيت أختار شنطة بدل ما أطول كلام. الحين خلوني أفتح معكم البوكس بعدين أوريكم الشنطة وأتكلم لكم عنها وعن الشنطة اللي اخترتها. بس أنا دايم نفس العادة, نفس ما أنتوا تعرفوني دايم أدقق على التغليف وشكل التغليف قبل ما أفتح المنتج. فتغليفه مرة أعجبني, شوفوا كيف البوكس وصلني حتى سليم وشكله حتى مرة حلو. فخلونا نفتحه. أول شيء نفتح البوكس كذا. وكذا تغليفهم للشنطة. مرة متحمسة أوريكم الشنطة اللي اخترتها. حبيت أني أخذها تكون للجامعة, اخترت حاجة مناسبة أني أحط فيه الأيباد وكذا وأخذها تكون أخف يعني. لو حبيت مثلا ما أخذ شنطة ظهر فتكون هذه مناسبة, وحتى تنفع للطلعات وزي كذا, حجمها مناسب للحالتين يعني للجامعة وللطلعات والعزايم وكذا. فخلوني أفتحها. وزي ما شفتوا أول شيء مغلفينها بالكيس هذا. والحين يلا متحمسين جاهزين أفتح معاكم الشنطة. آه
هذا اسم الموقع، ما ادري اذا انا نطقته صح او لا، بس انه تيدي بليك اتوقع نيويورك. فهذه الشنطة اللي اخترتها، شوفوا لونها عنابي او عودي، ما ادري وش اسم اللون هذا، بس انه اتوقع عنابي غامق يعني. فشكلها مرة حلو، حجمها 11 انش اتوقع، هو يطلع لكم الحجم في 9 في 11 في 15 اتوقع او 14، يطلع لكم حجم الشنطة جنب كل شنطة، يعني يطلع لكم اسم الشنطة ورقمها او حجمها. فانا اخترت 11، شكلها مرة اعجبني، واللون نفس الصورة، شكلها نفس الصورة ولونها نفس الصورة، حتى الحجم توقعت يعني خفت انه يكون كبير مرة بس طلع مناسب. ما جربت اني احط، انا اخذت هذا الحجم نفس ما قلت لكم عشان احط فيه الايباد، ما جربت احط الايباد اذا هو يكفي او لا، بس الواضح ان حجمها مرة مناسب وحلو، وفيها حتى سير، بس انا بستخدمها كذا لان شكلها كذا احلى، سير داخل. جودة الجلد مرة حلوة، وشوفوا حجمها من داخل مرة حلو. هذا السير حقها، حجمها من داخل مرة مناسب. بجرب الحين اجيب الايباد واحطها داخل، يعني نفس ما قلت لكم في البداية الشنط تنفع، الشنطة تنفع يعني يا عزيمة يا جامعة دوام، يعني حتى لو انتي موظفة مرة تنفع انك تاخذينها معاك للدوام. شوفوا هذا ايبادي، فبحطه، شفتوا دخل للايباد، فيعني مرة حلوة تنفع اخذها للجامعة. الحين جا وقت اني اكلمكم عن موقع تيدي بليك والشنط الموجودة فيه، مصممة من فريق من المصممين الإيطاليين، والجلد المصنوعة فيه أو المصممة فيه جلد إيطالي ممتاز وفاخر، جودته مرة ممتازة، والشنط مصنوعة في إيطاليا. وطبعا موقع تيدي بليك يقولون أنه مستحيل تلقى بنفس الأشكال هذه والجودة هذه والتصميم بنفس الأسعار، يعني تلقونها بفرق يمكن 2000 دولار. هذا الكلام اللي وصلني منهم واللي قالوه لي. فجودة منتجاتهم أو جودة شنطهم مرة ممتازة، على حسب الشنط يعني، بعد ما شفت الشنطة هذه مرة أعجبتني، فأنصحكم اللي ودهم يشترون منهم أنصحكم في شنطهم. وبس حطت لكم رابط الموقع في صندوق الوصف، وحتى بحط لكم كود على الشاشة. والحين جاء وقت اني اضبط لك الاجواء حلوة، فبسوي لي اكل وبشوف لي شيء اتابعه، بسوي معاكم الاكل يعني عشان اوريكم طريقتي. جبت خبز البرجر، خبز البطاطس، وهنا عندي حشوة الدجاج هذه بس بسخنها، وبأقلى البطاطس المجمد هذا. كذا يكون غداي جاهز، بأكل وأستمتع بأكلي وأتابع شيء وأستمتع بالويكند هذا، بأحاول قد ما أقدر أستانس فيه، أسوي أشياء اشتقت لها. إيش بعد؟ بس والله حبيت إني أغير اليوم بالغدا، أسوي شيء حلو. Ablacığım yapma ama böyle, ne olur sakin ol biraz. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And then you came me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, oh, oh.
Superhero in me. You called my soul when I was falling. وهذا هو الجدول اللي سويته. صراحة كان ودي أضيف استكرات وأشياء زي كذا بس ما لقيت، بس خلاص أحس شكله حلو. أصير كل ما خلصت يوم أحط عليه علامة إكس. خلنا أوريكم، أصير كذا كل ما خلصت أسوي إكس وخلاص. بس مرة عجبني، عطوني أكتشف الحركة هذه حقت الكتابة. شوفوا تقريبا خلصت نص لتر، فمرة حلو. لازم أكمل الموية أخلصها قبل أنام. جيت البقالة عشان بشتري خبز الخالة أو بر يعني، فلقيت هذا الخبز، في هذا بعد خبز تنور بحبة البركة، بس حسيت أن هذا أفضل فباخذه. أعتقد أنه خيار صحي وأفضل حتى من التوست، ومن توست البر والتوست العادي، يعني أحس إن هذا أفضل بكثير. وحتى للي يعرفون في السعرات وخبرة في السعرات ويفضلون لمام السعرات، فشوفوا سعراته مرة حلوة، 60 سعرة بس، فمرة حلوة. وباخذ حليب خالي الدسم أو قليل الدسم. مرة حلوة، أنا أحبها وقد جربتها بعد، خلنا أسولف لكم شوي. المهم قد جربتها بعد، أدهن الخبزة فيها وأحط بيض، تطلع لذيذة مرة. شوفوا، فباخذها مع الخبز والحليب، وباخذ زبادي قليل الدسم بعد، طبق كامل. الحين بسوي لي مشروب، ما اشتهيت قهوة صراحة، فعشان كذا بسوي شاهي أخضر. اخترت هذا الكوب المفضل الحلو، بعدين بقرأ. You used to stop this world from spinning. Like Superman you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. And then you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, and what I want to be. اليوم زي ما قلت لكم حابة أسوي كل شيء خاطري فيه، كل شيء من زمان ودي أسويه ومأجلته، أو حتى كنت يعني ما عندي وقت إني أسويه. فتقريبا سويت كل شيء، تابعت مسلسل، حليت واجب، قريت حتى عدد الصفحات مرة حلو. شو بعد سويت؟ يعني بحثت وسويت جدول لتحدي صحي جديد، فسويت أشياء مرة كثير اليوم الحمد لله. فباقي إني أألف وأكتب وأسوي الشيء المفضل عندي. أنا أحب الكتابة مرة، فقلت خلوني أختم يومي بشيء مرة حلو وأكتب وأكمل الكتابة وتأليف. فجالسة أكتب أو بأبدأ أكتب الحين، بعدين أتوقع أني يعني خلاص بأنام، بس قبل أنام بأمنتج مقطع عشان أنزله بكرة. أبشركم في إنجاز وتطور، خلصت تقريبا 3/4 الجاكة هذه، فما عاد باقي لي إلا شوي، إن شاء الله يمديني أخلصها قبل أنام. خلصتها الحمد لله، تحديت نفسي أخلصها اليوم وخلصتها، فإنجاز اليوم الحمد لله. خلصت لترين موية وما علي، بحاول أسويها كل يوم. الحين بمنتج قبل النوم، بعدين عشان يصير المقطع جاهز أنزله بكرة على طول، فبمنتجه بعدين أنام خلاص، كذا يكون انتهى يومي.